نعم. من زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة؟ هو متمتع. لا يلزمه الإحرام، يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لازم الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أيام الحج، يعني في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج هذا العام، فإنه لازم الإحرام بالحج. نعم.